صوت القراء يناديكم. شريعة القرآن خير ما نزل للأرض والشورى تبين الجمل من ضل عن تطبيقها فإن في بيان أسباب لذا في الزخرف وفي الدخان جاء الانتقام من معرض عن حجة تقام جاءت بها جافية وتشمل طرقا إلى توحيده توصل فأعرضوا عنها وفي الأحقاف بيان ذا الإعراض غير خافي وما يصيب معرضا من ذل صور في محمد يا خلي يرفع هذا الذل حين ينصر نبينا في الفتح أو يوقر توقيره في الحجرات آتي ليسلم اللسان من آفاتي. وشرها التكذيب بالبعث وفي برهانه جاءت كقاف تقتفي والوعد والوعيد في طيات أجرام ذي السماء بذريات والوعد الأخروي والوعيد حق بيانه في الطور جل من صادق والاعتقاد يبتنى بالعلم أو فالعقوبات كما في النجم وقبل أن يعاقب سبق النذر أتى بيانه بسورة القمر